ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيستر نادية، how are you? I hope that you're fine. إن شاء الله this month sister we will continue analyze and reading the سورة الانشقاق، المطففين، الانفطار، التكوير إن شاء الله، and continue studying the characteristic of the letter. إن شاء الله and you continue recitation from سورة لقمان، from سورة السجدة إن شاء الله and all of surahs. I'm gonna read a part of سورة الانشقاق إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إن إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى ربه كان به بصيرا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.